Well,
Yeah.
والمبيدين والمبيدات من مشارك الأرض إلى مغاربها فوقا خصوصا على هذه المياه ذهب البريد فلك يا الله في الدين والدنيا والآخرة Bye.
إياك نعبد وإياك نستعين، إهدنا الصراط
Allahu Akbar.
صراط الذين أنعمت عليهم.
لا إله إلا الله. لا إله.
وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بن النبي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بن النبي وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد بن النبي
اللهم صل على سيدنا محمد لنا بها جميع الحجات وتطهرنا بها من جميع الخير وتبرغنا بها قصر غاية الجامع وخيرات في الحياة وأمد الممات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويقضي الحجة يا مجيب الصالحين يا إله الحمد لله رب العالمين أسألك مجيبك رحمتك وعزائم وغفلاتك وعزمك من كل ذنب شريك لمت ولكل ذنب قليل الله لا إله إلا الله المكيب القريب سبحان الحمد لله رب العالمين أسألك مجيبك رحمتك وعزائمك وغفلاتك وإثمك من كل ذنب والغنية من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع الذي ذنبا إلا غفرك ولا حبا إلا فرجك ولا حاجة هي لك إذا قضيت يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فأسره وإن كان حراما فساهره وإن كان بعيدا فقربه إلى ذاتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا بين أيديهم وبركة لهم من النار وحجابا لهم من النار وعتقا لهم من النار يا مجيب اللهم أهدنا بالإيمان وآمنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وأقبل لنا من الإيمان اللهم أهدنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة أقبل لنا من حق القرآن الكريم الدنيا وتغفر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ثواب ما قرا له في هذا المهل من القرآن الذي وما حل له من لا إله إلا الله ثانية منا إلى الروح كل سجان له النور يسره أبنا محمد يونس بالإيمان وغفر الله له بسببه وسمى إلى الروح مسوسا جامعنا للنور بسرها بنا سمت بالنبل الرب الرحيم وغفر الله له بسببه وسمى إلى الروح مسوسا جامعنا للنور بسرها وليتمنى ما هنا بسببي وكلمنا القرآن الذي من نجاري وأن الذي على أعلم باسمه يا رب العالمين اللهم اجعل سبب ما قرأنا ما بنا من محل من القرآن الذي وما حلنا من لا إله إلا الله هادية منا إلى الروح خصوصا يزمها أمنا يا بنت النوات أن يتمنى مونا بسببها وتنونا على الذي من نجاريا وأنت الذي على
آمين. اللهم اغفر له وارحمه وأبيه وأبوانه وأكرم نزوله وجعل جنات مثواه. اللهم اجعل قبره روضة ولا تجعل قبره مخاطا من النار ابدا. اللهم اغفر لها وارحمها وأبيه وأبوانها وأكرم نزولها وجعل جنات مثواها. اللهم اجعل قبرها روضة ولا تجعل قبرها مخاطا من النار ابدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمن ظلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فالأيات منهم والأموات ونسمي بيننا وبينهم بالخيرات بالبر والرحمة حتى خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والعدل. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزينة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاول علينا في سكرات الموت ونجاك من النار والأهواء عند الحساب. اللهم اهد لنا أبواب الخير وأبواب البركة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية وباب البركة. اللهم اهدنا منكم لبلاء الدنيا وعذاب الآخرة واجعلنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم ترى الدنيا وسرك الآخرة وغفر الله لنا وله اللهم بحق الفاتحة واسر الفاتحة يا فرج الحق يا كاشف الغم يا من لبادي يغفر ويرحم ويدفع البلاء إلي يا رب ويدفع البلاء إلي يا رحمن ويدفع البلاء إلي يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فاغفرنا على الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين ورحمة الله وبركاته. أبدا يا الله في الدين والدنيا والآخرة خير لله أبو الفاتحة. Yeah.
بها الله وخيركم فيها الصلاة وآخرها والحمد لله رب العالمين. Salli wa sallam.